نفحات نبوية مع حاتم سفرجي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة ونفحة جميلة جديدة رائعة عن الحب النبوي. طبعا أنا أسميها هذه الحلقة حلقة الحلقات، ونفحة زكية عطرة، لأن البرنامج يتكلم عن نفحات نبوية، والحلقة عن الحب النبوي. لو سألت أحدكم ما هي أحاسيسه عندما يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما هي أحاسيسنا عندما نستشعر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي والده وولده والناس أجمعين. يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم هو لابد أن يكون أحب ما يكون في الدنيا بعد الله عز وجل. طبعا كيف تعرف مدى حبك لهذا النبي الكريم؟ فانظر إلى قلبك عند ذكره، أبصر قلبك عند الصلاة عليه، استشعر لو كان النبي معك في كل وقت وحين، كيف لو كان معنا؟ إن من دلائل الحب أن يخفق القلب، من دلائل الحب أن يرتجف القلب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل عندما تذكره كذكرك كصديق محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، هل هو صديق أم هو الذي لا يكتمل إيماننا إلا بحبه أكثر من مالنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين؟ لتخيل أحوال هؤلاء الصالحين. أحد الصالحين خليفة رسول الله الراشد أبو بكر الصديق، في مرويه الحاكم وصححه عن سليم بن عامر، قال: سمعت أوسط البجلي على منبر حمص يقول: سمعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال: فاخترقته العبرة والعبرة وبكى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الأول: سألوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة، فإنه ما أوتي العبد بعد اليقين خيرا من العافية. خنقت العبرة سيدنا أبو بكر الصديق حبا لرسول الله، ولها وولعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحسسوا مكامن الحب، تحسسوا مكامن الحب في قلوبكم. سيدنا عمر يتجلى هذا الحب عندما قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جبي. فقال له: عندما يكمل إيمانك يا عمر بعد حين. لم يكتمل إيمانك يا عمر بعد حين. قال: رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. هذا مقياس الحب الحقيقي، حب رسول الله أكثر من حبكم لنفسكم وأولادكم، ترتقوا وتسعدوا بحياتكم. فاصل مع قصيدة جميلة عن الحب النبوي، وبعد الفاصل مع الضيف نتواصل، وشكرا لكم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. نفحات نبوية مع حاتم سفرجي. عودة مرة أخرى مستمعين الكرام، بعد فاصل إنها نحن نتواصل ومع ضيفنا العلامة الجليل الداعية الشيخ أحمد الحبشي. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. الآن نحن في حلقة أنا أسميها حلقة للضياء، وهي الحب النبوي. ما شاء الله. كيف يكون الحب النبوي؟ كيف نفعل الحب النبوي في قلوب أبنائنا وزوجاتنا وأهلينا؟ لأني أرى أن كثير نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفعل ينافي الحب. نعم، الحمد لله الذي جعل محبة حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وجعل سنته طريق لدخول الجنان واعتلاء مراتب الرضوان. ونشهد أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله خاتما للأنبياء، فهو خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محبة النبي، محبة الرسول العظيم الكريم، فرض لازم على كل مسلم، حيا صادقا مخلصا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن هذه المحبة بكلامه جل في علا، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا الحظ وهذا البيان الرباني يدعونا إلى أننا فعلا حقا لزاما نقترب من هذا النبي اقتراب حقيقي لا صوري. كما ذكرتم، كثير يتردد على ألسنتنا نحب النبي، ولكنها أخشى أن تكون دعاوى. ولكن كثير ولله الحمد من عهد رسول الله إلى يومنا هذا ناس وأقوام الله سبحانه وتعالى وفقهم لمحبة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لذلك هو أولى بأن نحبه من حتى من أنفسنا، أولى أن نحبه حتى من أموالنا من أولادنا. ومعروفة لديكم قصة سيدنا عمر مع رسول الله عندما جاء قال: الآن أصبحت مؤمنا يا رسول الله، وإني أحبك أكثر من مالي. قال: ليس بعد يا عمر. ثم قال رجع، يراجع. لما يقولون أهل الحديث أنه رجع، المراجعة هنا لأجل يراجع صدقه مع الله في محبته لرسول الله. هذا السؤال يجب أن يكون عندنا كذلك: ما علامة صدقنا في محبة الله؟ هذا قال له: ليس بعد يا عمر. رجع قال: يا رسول الله، أني اليوم أحبك أو الآن أكثر من مالي وأهلي. يعني يشوف أنه الأهل هذا شيء كبير أمام رسول الله. قال له رسول الله: ليس بعد يا عمر، والله لا المال ولا الأهل يكفون. قال: لا المال ولا الأهل. رجع يراجع نفسه ويفكر كذلك، وحتى شعر سيدنا عمر أن لا مرتبة في المحبة إلا أنك تحبه أغلى من شيء عندك. أغلى شيء عندنا هي نفوسنا، كل واحد يحب نفسه زي ما بيقولوا. فوجد أنه لابد أن يحب رسول الله حتى أغلى من نفسه. قال: يا رسول الله، للآن أحبك أكثر من مالي وأهلي ونفسي التي بين جنبي. وكان صادقا فيما يقول. قال له سيدنا رسول الله: الآن يا عمر. شوفوا كيف تدرج حتى أثبت أنه يحب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وترجم لنا الصحابة كيف أنهم فدوا النبي محبة لرسول الله رجالا ونساء. وقال ذاك يا رسول الله وهو متربع قال إني لأحبك، قال وما عدت لها، قال ما عددت لها لا كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي أنت مع من أحببت، إذا نحن أولجنا وأنت أمامنا كفى بالمطايا طيب نذكرك حاديا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام نعم. عليكم يا سلام، الحديث ذو شجون. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، زيدوا وتعلموا كيف هي أصول الحب النبوي لتسعدوا في حياتكم مدى الأدهار. حبيبنا شكرا لك على هذه النفحات الجميلة وهذا الحديث الرائع. شكرا لكم مستمعين الكرام، نستودعكم الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.